وهناك تفاصيل في هذا الموضوع تم الإعلان عنها من قبل سعادة وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بمبنى وزارة التعليم العالي. راح نتعرف على تفاصيل ما دار في هذا المؤتمر وأهم ما يحمله هذا الموضوع من خلال ضيفتنا بالاتصال أستاذة ندى بنت محمد الكيومية، مديرة مساعدة بدائرة القبول بمركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا أختي أمل. حياك الله معنا أستاذة ندى، ومن خلالك مباشرة نتعرف على تفاصيل هذا الخبر وعدد البرامج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح للعام الأكاديمي 2019-2020. هو يعني مثل ما جرت عليه العادة قبل يعني فتح باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في كل عام، تعقد وزارة التعليم العالي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أعداد البرامج، أعداد المقاعد الدراسية التي طرحتها مؤسسات التعليم العالي. نعم. وأيضا إن كانت هناك أي مستجدات من ناحية نظام القبول الموحد الإلكتروني أو مستجدات تتعلق ببرامج هذه المؤسسات. نعم. ومثل ما ذكرتم صرح سعادة وكيل وزارة التعليم العالي يوم أمس عن توفر 29,732 مقعد دراسي للعام الأكاديمي 19-20. نعم. ويعني طبعا باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي سوف يبدأ من يوم الاثنين المقبل بتاريخ 1 أبريل من حسب ما هو يعني معتاد في كل عام، وبينتهي التسجيل في الأول من شهر يونيو القادم. هذا طبعا لو نتحدث أكثر نظام القبول الموحد الإلكتروني. أيوة. لو نتحدث أن أكثر عن تفاصيل المقاعد الدراسية، توفر مؤسسات التعليم العالي الحكومية أكثر من 18,000 فرصة دراسية. أيضا هناك بعثات داخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وهي تزيد عن 9,500 مقعد دراسي، بينما وصلت أعداد المقاعد الدراسية في البعثات الخارجية إلى 1,643 مقعد دراسي. أيضا هناك بعض المنح يعني التي توفرها بعض شركات القطاع الخاص وأيضا الدول الشقيقة والصديقة. نعم. الجدير بالذكر أيضا أن هناك مقاعد مخصصة لطلبة من ذوي الإعاقات الخاصة في كل من بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية وأيضا في المؤسسات الخاصة. نعم. يمكن أستاذة ندى دائما يعني في فترة إعلان مثل هذه المقاعد أو هذه المنح المتوفرة الكل يبحث عن الجديد، فهل هناك مستجدات يحملها هذا الإعلان للعام يعني الجديد أو هذه البعثات الجديدة المتوفرة؟ هو يعني الأعداد المقاعد 29,000 فرصة دراسية هي تتوزع في عدد من المجالات الدراسية. نعم. على سبيل المثال في تخصصات العلوم الطبيعية والفيزيائية، الصحة، الفنون الإبداعية، المجتمع وثقافة، التربية وغيرها من التخصصات. نعم. إذا نتكلم عن التخصصات التي استجدت في برامج البعثات الداخلية، على سبيل المثال تم يعني استحداث تخصص الطب البيطري في إحدى المؤسسات الخاصة، وأيضا دبلوم هندسة المساحة والجيوماتيكس، هذا بالنسبة فيما يخص البعثات الداخلية. أيضا تم إضافة يعني بعض المقاعد خصصت للطلبة من ولايات معينة بهدف توطين الوظائف التدريسية بتلك القرى المعنية المحددة. نعم. بمعنى أنه تم استحداث برامج في تخصصات التربية مخصصة لفئة معينة تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم. نعم. بالنسبة للبعثات الخارجية أيضا تم الإعلان مسبقا عن قائمة الجامعات المحددة لبعثات برنامج القبول المباشر، وهي متوفرة في موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني. أيضا الجديد في هذا العام أن بعض التخصصات تم اشتراط تقديم اختبار اللغة الإنجليزية الآيل للتنافس على هذه المقاعد. بالنسبة لنظام القبول الموحد الإلكتروني، يمكن كثيرا من يعني متعارف عليه أنه يعني هناك أكثر من فرز يجريه مركز القبول الموحد. هذا العام سوف يقتصر الفرز الثاني على الطلبة غير الحاصلين على أي عروض في الفرز الأول، هذا بالنسبة. نعم. لجديد النظام الإلكتروني. نعم جميل. اليوم أيضا الطلاب اللي عليهم أنهم يسجلوا في نظام القبول الموحد واللي ينتظروا أيضا الحصول على فرصة من هذه الفرص المعلن عنها، ماذا عليهم خلال هذه الفترة إلى أن يفتح باب التسجيل بشكل يعني مباشر؟
أيوه. هو يعني تم إصدار دليل الطالب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. نعم. وهو يعني متوفر بالموقع الإلكتروني لمركز القبول الواحد. نعم. من المهم جدا أن يعني حتى وإن لم يبدأ التسجيل أن يعني يقرأ الطالب هذا الدليل بعناية. نعم. يتعرف على البرامج المطروحة وشروط الالتحاق بها، أيضا إن كانت هناك أي شروط خاصة مرتبطة ببعض البرامج الدراسية. نعم. أيضا عليه التعرف على إجراءات التسجيل في نظام القبول الإلكتروني ومراحل ومواعيد التسجيل والقبول والفرق وغيرها. فأنا أنصح كل طالب أن يطلع على هذا الدليل المتوفر على الموقع الإلكتروني ويتصفحه، يعني حتى وإن لم يقرأه يعني كاملا في هذا الوقت يتصفحه للعلم بالشيء. ولكن سيتم توزيع هذا الدليل أيضا النسخة المطبوعة من الدليل، وسوف تصل لكل طالب في كل مدارس السلطنة بإذن الله خلال الأسبوعين القادمين. أيضا عليه أن يعني استصعب عليه أمر ما أن يتواصل مع أخصائي التوجيه المهني بالمدرسة واستشارته أيضا في البرامج التي سيتقدم عليها. نعم، وأنا أتوقع مهم هذه النقطة الأخيرة اللي ذكرتيها اليوم عند الطالب فترة تعرف على هذه البرامج شروطها طرق التسجيل، حتى فكرة الاختيار تحتاج ربما البعض أن يتريث ويضع لنفسه عدة خيارات حتى يصل إلى التخصص المناسب اللي يناسب مستواه وأيضا يعني يناسب طموحاته وتوجهاته، وبالتالي يستثمر هذه الفرصة إلى أن يبدأ التسجيل فيراجع الكثير من التفاصيل المتوفرة في دليل الطالب. شكرا. نعم. لا يعني هي نقطة أخيرة مثل ما ذكرت يا أختي. نعم. يعني على الطالب أن يعني يتأنى عند اختيار البرامج الدراسية، ويفضل يعني أن يكون هذا الاختيار بجانب ولي الأمر. أيضا يعني يحبذ أن يستشير أهل الخبرة والاختصاص في المجالات المختلفة، وبالتالي يعني عند ملء استمارة التسجيل في نظام القبول الموحد يكون متيقن من أن هذا أفضل الاختيارات بالنسبة إليه. نعم أكيد، نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للطالب والطالبات المقبلين على التسجيل في هذا النظام واللي يعني حصلوا مؤخرا على نتائجهم في دبلوم التعليم العالي. أستاذة ندى بنت محمد الكيومية، مديرة مساعدة بدائرة القبول بمركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا لك على توضيح الكثير من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. شكرا أختي أمل، وشاكرة لكم تواصلكم مع مركز القبول الموحد. شكرا جزيلا.